الوضع الأمني في البلاد، موضوع القناصة والرد على التحامل على وزارة الدفاع من أبرز ما جاء في اللقاء الإعلامي الدوري لخلية الإعلام والاتصال اليوم. 3500 شاب وشابه باش يقع انتدابهم من ضباط الصف ورجال الجيش في إطار تلبية حاجيات وزارة الدفاع الوطني. هذا ما صرح به اليوم العميد مختار بن نصر في اللقاء الإعلامي الدوري بالوزارة الأولى. وزارة الدفاع الوطني تعد العدة حاليا لانتداب 3500 شاب وشابة مستوى بكالوريا وسنة سابعة منهات، هذا في إطار تلبية حاجياتها من ضباط الصف ورجال الجيش. ابتداء من السنة القادمة سيتم يعني انتداب مباشرة من المعاهد العليا لفائدة الأكاديمية العسكرية. وتحدث العميد على الوضع الأمني بالبلاد اللي يتسمى عموما بالاستقرار رغم بعض الاضطرابات والتعثرات في بعض الجهات، مع العلم أن الاضطرابات هذه والاعتصامات زادت بالمقارنة مع شهر أفريل وبمعدل 3 أضعاف، والحاجة الوحيدة اللي انخفضت هي ظاهرة التهريب، وأرجع هذا للمجهودات اللي تقوم بها المصالح المعنية. العميد مختار بن نصر تحدث زاد على عملية الترحيل في مخيم الشوشة والمتواصلة بنسق بطيء، مع العلم أن المخيم يحتوي على 2571 لاجئ من 25 جنسية مختلفة. أنه هالمخيم جاء وقت لإنهائه، ويجب على المنظمات الدولية أن تتحمل مسؤوليتها ويعني توجد حل نهائي لهؤلاء اللاجئين. وفي رد العميد على بعض التحملات اللي توجهت لوزارة الدفاع بخصوص عدم زيارة وزير الدفاع إلى ضريح الشهيد الطاهر العياري اللي كان ضحية أحداث الروحية صحبة المنصف المرزوقي، قال: إذن سيد وزير الدفاع الوطني يبين ويؤكد أن هذه الزيارة كانت يعني بمبادرة شخصية من السيد الرئيس ولم يكن لوزارة الدفاع الوطني علم بها. موضوع القناصة اللي يشغل وحير الناس الكل، خاصة أن أصابع الاتهام تتجه إلى مجموعة من رجال الجيش متورطة في عملية القنص، أجاب عليها العميد بالطريقة هذه: مدام موضوع اليوم مازال يعني في يد القضاء ما بتش فيه الجهة المؤهلة قانونا باش تقول ثم ولا ما ثمش، وشكون هو القضاء العسكري في ذو ملف.